السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمهوري العزيز صباح الخير، صباح الصحة، صباح الجمال عليكم في حلقة جديدة من برنامج الكرة مع كريم. مبدئيا كل سنة والأخوة الأقباط بخير، كل سنة وهم طيبين. ثانيا كل سنة وحضراتكم طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير. بمناسبة دخول شهر رمضان، ربنا يعود ربنا يا رب يعود علينا بخير يا رب، على الأمة الإسلامية، وربنا يحفظ مصر يا رب من كل سوء يا رب. النهاردة معنا أهم الملفات وأهم الكواليس زي ما عودناكم في برنامج الكرة مع كريم. معنا تفاصيل كتيرة جدا ومعنا ملفات. النهاردة الحلقة مقسومة لبعض الأجزاء، هنقدر زي ما عودناكم أهم التفاصيل وأهم الكواليس اللي بتدور في الدوري الإنجليزي أو الدوري الأسباني أو الدوري المصري. معانا مشكلة، ويمكن موضوع حمدي النقاز في مفاجآت من العيار التقيل، استنوها بعد دقايق مع مراسلتنا سمر حسن، دي هتبقى مفاجأة مدوية طبعا بالنسبة للجمهور بتاعنا. تمام، اوكي، لو ندخل بالاتصال عشان نعرف اهم الكواليس لجمهورنا الجميل. هيبقى معانا اهم الملفات، انا عايز الكل ينتظر حلقة سخنة جدا جدا بشكل غير طبيعي. فالنهارده هيكون معانا اهم التفاصيل، وهيكون معانا اهم الكواليس اللي بتدور داخل النادي الاهلي، واهم الكواليس اللي بتدور داخل نادي الزمالك، ومشكلة حمد النقاص. طبعا قدرنا، يعني كانت في المشكلة طبعا، احنا حمد النقاص حابب هناخد الاتصال مبدئيا. سمر، صباح الخير عليك يا سمر. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير على السادة المشاهدين، كل سنة وأخواتنا الأقباط طيبين وبخير يا رب. سمر، عايزين نبدأ أهم الكواليس، ابدأنا بأهم الكواليس لجمهورنا الجميل. هنا النهاردة يا كريم معايا مجموعة أخبار محلية وعالمية تدور حول كواليس الأندية. وخليني أبدأ بالأخبار المحلية، وأول خبر معايا خاص باللاعب التونسي حمدي النقاز. النقاز يسجل مفاجأة بشأن انتقاله إلى الأهلي. أكد اللاعب التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق أنه يرحب بالعودة إلى مصر والانتقال إلى الأهلي إذا تقدم له النادي بعرض رسمي من أجل ضمه. وقال إن هو في الفترة دي أو في الوقت الحالي بيركز مع فريقه الجديد، وإن عقده هينتهي الصيف اللي جاي، ومفيش أي اتصالات أو عروض رسمية سواء من النادي الأهلي أو من الترجي، ولكن بيتردد فقط إن هناك أندية بترغب في ضمه. وكمان اتحدث او شرح عن قضيته مع الزمالك، وقال ان هو صاحب الحق في قضيته ضد القلعه البيضاء، حيث انه قضى عامين في نادي الزمالك، ومنذ اليوم الاول حتى الاخير لم يفتعل اي مشكله مع الجمهور، وان مشكلته مع اداره النادي. واكد ان النادي لو اراد الوصول لحل او المصالحه بين اداره النادي وبين اللاعب كان ده هيحصل من البدايه، لكن إدارة النادي أغلقت ذلك الأمر نهائيا ولم يتم التواصل مع أي من مسؤولين النادي. وده كان كلام حمدي النقاز في تصريحه. والجدير بالذكر أن الفيفا قد أصدرت حكمها في هذه القضية بالفعل لصالح اللاعب حمدي النقاز، حيث ألزم الفيفا مسؤول النادي الأبيض بدفع 1,300,000 دولار إلى اللاعب التونسي في موعد محدد أقصاه 45 يوما، وعدم سداد هذه الغرامة المالية سوف يعرض الزمالك لحرمان من جلب لاعبين جدد لثلاث فترات امتداد. وكان قرار الفيفا في صالح النقاز، لأن المستندات اللي قدمها محامي اللاعب كلها كانت في صالح حمدي النقاز لكي يفوز بالقضية. ولكن بعد هذا القرار من الفيفا، فإن قضية حمدي النقاز ضد الزمالك لم تنتهي بشكل رسمي، حيث أن المستشار رضا منصور لم يسكت على هذا القرار، وقام بالفعل بتقديم إجراءات الاستئناف ضد قرار الفيفا، واتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم بالرشوة، بأن النقاز دفع رشوة للفيفا لكي يفوز بالقضية، وكان هذا اتهام رسمي. وقد أثارت قضية حمدي النقاز الجدل مرة أخرى بعد رد الاتحاد الدولي لكرة القدم على هذه الاتهامات، حيث قال إيميليانو جاريسيا المدير القانوني بالاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات له أن ما قاله رئيس الزمالك افتراء وكذب، ولم يحدث ذلك نهائيا، والقرار خرج للنور بسبب أن الفيفا أصبح أسرع في الوقت الحالي وأكثر من أي وقت. ودي كانت أهم التفاصيل الخاصة بهذه القضية باختصار شديد، ولكن هنستمر في ملف حمدي النقاز مع الزمالك ولكن بقصة أخرى.
سمر خليكي معايا لحظة بس كده، عشان بس نوضح للجمهور، المحكمة الفيفا حكمت لحمد النقاز بمبلغ قد ايه؟ 1,300,000 دولار. 1,300,000 دولار. ده بقى مستحقاته ولا ده بقى العقد بتاعه، ولا دي غرامة مالية موجودة على نادي الزمالك؟ هي دي غرامة، يعني هي كانت الغرامة 1,019,000، بقية مستحقاته كانت 1,019,000 بالظبط، والفيدا حكمت لهم، يعني حكمت له كمان ب 200,000، 288,000 دي غرامة على النادي، ده غير بقية مستحقاته. تمام. سمر لو انت سمعاني، امبارح شفنا بعض الكواليس ان انت غطيتيها، برضو الجمهور بيتساءل حول نقطة ريني فاينر وتعاقده مع النقاز، عايزين نوضح الخبر ده لمشاهدينا بس كده بشكل اوضح وبتفصيل اكتر. بس حمد النقاز الخطوة اللي جاية في النادي الاهلي ولا لا؟ لا مش النادي الاهلي، لانه بعد كلام حمدي النقاز ريني فايلر بالفعل اصدر قرار ان هو مش محتاج لخدمات اللاعب حمدي النقاز في الفتره الحاليه، وان هو يقدر يعوض المركز ده بمحمد هاني او يستعين باحد اللاعبين الناشئين، او ان هو برضو يدرب حد من اللاعبين الموجودين على اللعب في اللاعبين وسط الملعب، يعني على اللعب في المركز ناحية اليمين او ناحية أو في وسط الملعب، بالظبط. تمام. والمكان ده في النادي الاهلي مليء بنجوم احمد فتحي ولا سوري محمد هاني هيبقى موجود حاليا، عمرو السوليه ممكن يأدي في المكان ده. طيب عايزين بس اهم التفاصيل بس، هل النادي الاهلي اتكلم بشكل رسمي ان عايز حمدي لا النقاز؟ ما فيش اي عروض رسمية، وكمان انا قلت بعد كلام حمدي النقاز ان هو ما تلقاش اي عروض رسميه سواء من النادي الاهلي او من اي نادي اخر، تمام. يعني لسه لحد الفتره الحاليه هو ما تلقاش اي عروض رسميه من اي نادي. مفيش أي عروض رسمية لحمد النقاز حتى الآن. لا بس إحنا قرينا تويتر على صفحة حمد النقاز إن هو عنده، لو النادي الأهلي عرض عليه هيلعب في النادي الأهلي. اكيد هو بيرحب بده جدا. تمام. أهم التفاصيل، خلصت كده كواليس الزمالك ولا لسه معانا كواليس تانية النادي لا الزمالك؟ لسه مستمرين في كواليس الزمالك. وتاني خبر معايا خاص بكارتيرون، المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، الترجي يحاول خطف كارتيرون من الزمالك، حيث كشفت تقارير صحفية تونسية عن اهتمام الترجي التونسي بالتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك لتولي الإدارة الفنية بعد معين شعباني المدير الفني الحالي لباب سويقة، والذي اقترب من الرحيل بعد النتائج السلبية والتي كان آخرها خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك. تمام. وبعد انتشار هذه التقارير جاء المستشار مرتضى منصور في تصريحات له عن مصير كارتيرون قائلا أن كارتيرون مستمر مع الزمالك خلال الموسم المقبل، واتفقنا معه على تجديد العقد، وننتظر الانتهاء من أزمة كورونا للتوقيع بشكل رسمي، وقد تم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالتعاقد. وكنت الحلقة اللي فاتت قلت إن التفاصيل دي يعني لحد الآن ما تمش الإعلان عنها، ولكن تم الإعلان عنها بالفعل، حيث أن كارتيرون رفض التجديد للزمالك لمدة موسمين، وفضل إن هو يجدد موسم واحد قابل للتجديد في حالة رغبة النادي وقتها في استمراره. طب اهم التفاصيل في العقود، المبالغ الماديه قد ايه او الراتب الشهري قد ايه لكاردرون؟ هو اشترط ان هو ياخد مقدم شهرين او قيمة شهرين مقدم التعاقد بعد الاتفاق طبعا على تعديل راتبه لحصوله على 87,000 دولار بالموسم، يعني الراتب بتاعه بعد التعديل بقى 87,000 دولار بالموسم. وكمان اعلن ان هو جاهز للتوقيع على العقود مع النادي وفق طلباته، وانه يعني حريص كده، على يعني كده نقدر نقول من خلال برنامج الكرة مع كريم تم التعاقد مع تم تجديد عقد كاردرون بناء على جلسة المستشار مرتضى منصور والكابتن أمير مرتضى منصور. تمام كده تم تمام التعاقد ب 87,000 يورو ولا دولار؟ دولار. دولار. ده الراتب السنوي لكاردرون، يبقى كده نقدر نقول رسمي كاردرون موجود الموسم القادم في نادي الزمالك. كملي يا سمر معاكي. وبالفعل كمان كارتيرون اعلن ان هو حريص على تواجده او البقاء مع نادي الزمالك لمواصله مشواره الناجح مع الفريق، رافضا كل العروض التي وصلته بشكل رسمي واخرها الترجي التونسي، يعني هو كل العروض اللي جات له رفضها، وفضل ان هو يكون موجود مع الزمالك. تمام.
تمام. آخر خبر معايا أو هختم أخبار الزمالك، وهقدر أقول أو نقدر نقول إن آخر الأخبار اللي المحلية اللي معايا، سواء الخبر الخاص بالزمالك أو الخبر الخاص بالنادي الأهلي، دي كلها مرتبطة أو نتيجة لقرار اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني. وكان القرار ده اللي هو عدد تقليل عدد اللاعبين الأجانب المحترفين في كل فريق إلى 3 لاعبين فقط. تمام. حيث أن المستشار مرتضى منصور وجه رسالة نارية لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري بشأن استكمال الدوري، قائلا إن هناك 14 نادي يرفضون استكمال الدوري، فليكمل الأندية الأربعة الآخرين الدوري بمعرفتها. تمام. وكمان تحدث المستشار مرتضى منصور عن قرار اللجنة الخماسية اللي هو تقليل عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق، إن هذا القرار خراب بيوت للأهلي والزمالك نظرا للاعبين المتواجدين بصفوف الفريق. وبالفعل تطبيق قرار زي ده هيكون خسارة كبيرة جدا للنادي الأهلي والزمالك، بالأخص إن هم عندهم أكبر عدد من اللاعبين من اللاعبين الأجانب الأجانب بالفعل، ويعني وعارفين إن هو مستواهم مع الأندية كويس جدا، وطبعا بيعتمدوا عليهم في التشكيل الأساسي في اللعب. وده هيضع الفريقين في صعوبة كبيرة في اتخاذ القرار، يعني ان هم هيستغنوا عن مين او مش هيقدروا يستغنوا عن مين، تمام. وبانتظار ان كان هيتم فعلا تطبيق هذا القرار او لا. تمام. هنتقل سريعا للاخبار الخاصة بنادي الاهلي. الاهلي يستغنى عن 4 لاعبين اجانب في حالة تطبيق قرار تقليص عدد اللاعبين الاجانب في كل فريق. فمن المنتظر ان تستغنى اداره النادي الاهلي عن 4 لاعبين اجانب دفعه واحده في حاله اصرار اللجنه الخماسيه برئاسه عمرو الجنايني تطبيق تخفيض اللاعبين الاجانب المحترفين الى 3 لاعبين فقط بدايه من الموسم اللي جاي. وال4 لاعبين اللي هيستغنى عنهم الاهلي هم من ضمن قائمه تضم 6 لاعبين اجانب في النادي، وهم علي معلول، وليد ازارو، اليو بادجي، والي ديانج، وجيرالدو اجايه. ولكن الجهاز الفني للنادي الاهلي بيجد صعوبه في الاستغناء عن 2 من هؤلاء اللاعبين، يعني هم في 4 لاعبين متواجدين في النادي الاهلي، هم علي معلول واجاييه واليو ديانج واليو بادجي. ال4 لاعبين دول اداره النادي او الجهاز الفني بيجد صعوبه ان هو يختار يستغنى عن مش 2 هي من دول. النادي الاهلي او الرينيفاينا مش هيقدر يستغنى عن اي حد من من اللاعبين الاجانب، بالاخص يعني هم بالاخص 2 من هيبقى علي الاربعه دول. معلول وجيلاردو. هو لسه يعني هو لسه ما حددش مين هيمشي او مين هيبدأ الموجود، بس هو احنا بالفعل قلنا ان هو استقر على انه جيرالدو اكيد خلاص سمر يعني سريعا. طيب كده عايزين اهم لاخر الكواليس العالمية سريعا بس. اخر الكواليس. معايا خبر مدرب برشلونه يعلق على امكانيه رحيل ميسي، حيث تحدث مدرب برشلونه كيكي سيتين عن الخلافات الاخيره داخل النادي وعن تاثير طب ذلك سريعا، على ميسي هيرحل ولا لسه موجود برشلونة؟ لا هو يعني هو بيقول انه ما اعتقدش ان الخلافات الموجوده حاليا هتاثر على قرار ميسي سواء هيرحل او لا، لان هو يعني هيكون موجود بالفعل مع نادي يعني برشلونه. نقدر نقول فبالتالي كده ان ميسي برشلونة. تمام. سمر بشكرك شكرا جزيلا على تعبك وعلى المجهود اللي عارف ان انت بتبذليه، فبشكرك شكرا جزيلا ليك يا سمر. زي ما قلنا لحضراتكم برضو الجمهور طلب مني فيديو قبل النهائي، وده مطلوب عشان نعرف قدرات الترجي التونسي. الفيديو ده ماتش الترجي التونسي والزمالك اللي خلص 3-1، ففاصل ونرجع هناخد الفيديو بناء على طلب جمهوري العزيز. فاصل واستنونا. Thank you.
بيلعب، كان يروح النادي، يروح هنا ويروح هنا، كان لي أصحاب كتيرة يروح معاهم أدور عليه يقول لا أنا رايح الكورة، أنا عاوز لبس الزمالك، أنا عاوز يوم. كان على طول هو ما يحبش غير الكورة وعاوز يلعب كورة. كان بيروح وادي دجلة، وكان يروح الدعبور، وكان يروح أي مطرح يكونوا فيه كورة يروح ويلعب صغار، ويلعب مطرح ما يكون رايح أي مشوار ويقولوا في ماتش يروح، بروح له كنت وديه وأسأل عليه وأدور عليه. رايح 3 سنين وهو بيلعب هنا في مصر ويروح صغار ويروح هنا ويروح هنا، ما يخليش مكان الناس مع كورة، لازم يروح في المكان اللي هو عاوزه يروح يتعرف على اللي يروح، يقولوا في هنا يروح أي مكان يروح مطرح ما يقولوا فيه لا ماتش كورة يروح. كنت عاوزة أطلعه يطلع لعيب ويطلع تمام ويطلع مظبوط، وأتمنى له إن شاء الله أشوفه كده لعيب كورة وطلع الأول كده على يعني إحنا بنتمنى له كل خير أولا، إن هو يصعد لأحسن من كده كمان. النادي الأهلي بتمنى له كل خير أولا برضه، يعني ويكون ليه مستقبل باهر إن شاء الله. نقول ربنا يوفقك إن شاء الله ويثبت أقدامك كده ويسمعنا عنه سمع خير. بحبك يا محمد صلاح، بحبك يا عم محمود. محمود كان بيلعب في 4 نوادي، كان بيلعب في نادي إنبي في السكة، وكان بيلعب في الإنتاج، دلوقتي بيلعب في جولد. إن شاء الله ربنا يوفقك يا محمود وتلعب في نوادي أكتر وتشير بإذن الله. هو لعب في 4 أندية، في السكة ووادي دجلة والإنتاج وحاليا في جولد. ربنا يوفقك يا محمود وتروح نادي الزمالك كده أو أندية بره. محمود يعني إحنا قاعدين 3 سنين صاحبين بعض، وكنا قاعدين كل حاجة مع بعض، بنروح النادي مع بعض. محمود من النوع اللي هو يحب الهزار والضحك، الناس يعني عارفاه وبتحبه، وكنا في النادي على طول واحنا بنلعب مع بعض كان يهزر معانا واحنا بنلعب. لعبنا مع بعض في النجوم وفي الاف سي. لا انا وقفت، محمود هو اللي كمل. محمود هو من النوع اللي هو المهاجم، يعني حاجة كويسة وحاجة حلوة. بعدين محمود من النوع اللي بيعرف يخلص على طول الكور، يعني المهاجمين اللي هم مميزين. ورجعنا لكم تاني جمهور العزيز من بعد الفاصل. زي ما حضرتكم طلبتوا هيبقى معانا الفيديو حاليا دلوقتي، دوري ابطال افريقيا ما بين نادي الزمالك ونادي الترجي، وهنشرح اهم التفاصيل. او ده نوع خاص من ان الترجي عايز يتعاقد مع كاردرون مدير فني قوي جدا، والاستحقاق وجدير يعني جدير الشكر للمستشار مرتضى منصور ان قدر يحصل على خدمات كاردرون مره اخرى باي شكل من الاشكال، لان كاردرون من المدربين اللي على اعلى مستوى جدا، قدر في خلال اسبوع يدخل لنادي الزمالك بطولتين ودي ما بتحصلش. فهنقدر دلوقتي هنشوف معانا على الشاشه خدمات كاردرون العاليه والروتيشن اللي كان بيعمله مع الفريق. كان بيعمل روتيشن بشكل قوي جدا، زي ما شفنا بعض التحركات اللي لعبت نادي الزمالك دي كانت بتبقى حاجات موجودة معانا
بشكل او باخر قدر كاردرون بالكواليتي بتاع التفكير بتاعه، وهو راجل عنده كواليتي جدا. فانا بقول للمستشار مرتضى منصور برافو عليه جدا، برافو امير مرتضى ان قدر يحصل على خدمات كاردرون. كاردرون من المدير الفنيين اللي على اعلى مستوى، عنده فكر، عنده استراتيجي، عنده كواليتي في الطريقه، بعيدا عن اي مدير فني. يعني الزمالك مش يكون مدير فني، يعني بعض الاجهزه الفنيه الكتيره ما شفناش ده. شفنا او نجم، شفنا طارق حامد، شفنا لعيب، شفنا بن شرقي، وخصوصا هو حط بن شرقي وأو نجم في الفورمه بشكل قوي جدا. فحته ان كاردرون يجدد في نادي الزمالك دي كانت مفاجاه من العيار التقيل، وده اللي كنا احنا متوقعينه دايما من المستشار مرتضى منصور، ومن الحاجات المفاجات اللي بيعملها لنا على طول في نادي الزمالك. يمكن تكون شهادتي مجروحه عشان انا زملكاوي، ولكن انا باشيد بانه افضل رئيس نادي موجود في مصر فعلا، ويستحق ان يكون افضل رئيس نادي. هنا كاردرون بيعمل حاجه، بيقدر يلعب على مصطفى محمد، ده من اجمل الاهداف اللي كانت في البطوله، ومن اجمل الاهداف اللي اتحط في تاريخ نادي الزمالك. الكره بتتلعب على طول من ابو جبل. بالمناسبة ان كان ابو جبل كان خارج الفورمة تماما، ابو جبل قدر ان كاردرون قدر يجهزه فترة قليلة جدا، وقدر يجهز او نجم، وقدر يجهز بن شرقي، قدر يجهز مصطفى محمد. الكورة لو يجيب معانا فريق الاعداد، الكورة بتتلعب من عند ابو جبل. هو كاردرون قدر يشتغل عشان الجمهور اللي طلب مني الفيديو يبقى معايا واحدة واحدة. كاردرون قدر يشتغل على الكرة الطويلة، بما انه احنا يعني كنا بنلعب ماتش صعب جدا، قدر يعني نقف بقى هنا، نقف، قدر هنا يلعب على مصطفى محمد، لان مصطفى محمد من اللعيبه اللي هم محطه قويه جدا، هم مستقبل مصر. مصطفى محمد هيبقى من افضل المهاجمين خليفه عمرو زكي في الملاعب. كاردرون كان بيتعامل مع الماتش بذكاء غير طبيعي. يمكن احنا شفنا مصطفى محمد لعيب محطه جدا، الكوره بتتلعب من ابو جبل، بيطلع مصطفى محمد، الراجل بيحط الكوره، بيحطها لقو نجم. دي من اجمل الاهداف اللي تبقى محطوطه فعلا في سجلات نادي الزمالك. الكوره ملعوبه بشكل قوي جدا. لو عايزين بس المخرج يرجع لنا بالهدف تاني، معلش لو رجعنا بالهدف تاني هنلاقي ان كاردرون عامل مصطفى محمد محطه، قدر ان يخلي مصطفى محمد ما يدخلش جوه الصندوق، قدر يلعب بذكاء، وقدر يضحك على مدافعين او خط الظهر بتاع الترجي التونسي. قدر يعني قدر لما لا الهدف اللي قبله يا جماعه، قدر ان كاردرون ياخد مصطفى محمد يحطه بره الصندوق. يعني قدر كاردرون في الفتره دي خد مصطفى محمد، عايزين الهدف الاولاني معلش، قدر اللي هو في بدايه الفيديو، قدر ياخد مصطفى محمد يخليه ياخد الثلاثه بتوع خط الظهر بتوع الترجي التونسي، بحيث ان هو يقدر في المساحه دي. عايزين نرجع بالهدف يا جماعه. ارجع، اقف بقى هنا، اقف هنا. حته مصطفى محمد قدر يفضي مساحه يعني هنا بص كارترون خد الثلاث لاعبين. ارجع، لا امشي معايا تاني، امشي امشي بالهدف، امشي امشي، اقف بقى هنا، اقف. مصطفى محمد معاه ثلاث لاعبين، قدر كاردرون بالفكر الاستراتيجي اللي عنده والكواليتي اللي عنده، وده يعرفك ان هو مدير فني على اعلى مستوى. زي ما احنا واقفين، قدر مصطفى محمد كاردرون قدر يعمل مصطفى محمد محطه قويه جدا، خد مصطفى محمد عشان يفضي او نجم هنا. او نجم طبعا دي كانوا متمرنين عليها، وانا بالمناسبه شاهدت المران الاخير بتاع نادي الزمالك جوه النادي. قدر ان مصطفى محمد يبقى لعيب محطه على اعلى مستوى وعنده كواليتي. مصطفى محمد قدر يوظفه كاردرون صح، فاصبح ان كاردرون خد مصطفى محمد، كاردرون خلى مصطفى محمد ياخد ثلاث لاعبين. نمشي بالفيديو بقى معايا واحده واحده. قدر بقى هنا، وقف بقى هنا، قدر هنا، دي المساحه كلها فاضيه بين شرقي واو نجم. نمشي بالفيديو زي ما احنا. هنا حته الذكاء اللي كان عند كاردرون، ان لعيبه الزمالك تخلص بالكوره بدري بدري عشان الدفاع الترجي قوي جدا، فقدر ان كاردرون يشتغل على الحته دي كويس جدا، وقدر انه يبقى عنده فكر انه ازاي يستغل مصطفى محمد، لان مصطفى محمد في الوقت ده بفرقه زي الترجي بالامكانيات دي،
مصطفى محمد بحكم ان خبراته قليله فقدر كاردولوني ياخده ويطلع بيه بره الصندوق، قدر يفضي مساحه لاونجم. لو نرجع بالهدف تاني هنشوف اونجم هو لعيب عالي قوي، لعيب شابوه ليه جدا. هنشوف بقى الهدف بقى يمشي معانا مخرجنا الجميل. بص مصطفى محمد عنده لعيب اتنين تمام، قدر هنا بيحضر بين شرقي اللي مصطفى محمد، هنا بين شرقي واخد الاتنين اللي في ظهره عشان يفضي مساحه لاونجم. نمشي بالفيديو زي ما احنا. هنا او نجم استلم على اعلى مستوى بدون تعليق، مش هقدر اعلق على الجول لان هو جول من اجمل الاهداف اللي تحط في تاريخ نادي الزمالك. قدر او نجم يستلم، الراجل بيستلم بيحضر واحده في الجون على طول زي ما شفنا من اجمل الاهداف في البطوله. نخش بقى بالهدف الثاني ونشوف فرجاني ساسي يعني ده بيثبت لك ان كاردرون عنده فكر، مدير فني مذاكر كويس قوي. نمشي بالهدف الثاني، نمشي بالهدف الثاني سريعا. هنشوف بقى فرجاني ساسي راجل بيستلم من نص الملعب. هنا هنا فرجاني ساسي والدايره بتاعت نص الملعب اللي فاضيه اللي قدر يشتغل عليها كاردرون كويس جدا. نمشي بالهدف زي ما احنا. هنا قدر بيلعب الكوره، بيلعب الباص للراجل لبن شرقي، بيلعب الكوره بالعرض تمام. هنا بتروح الكوره وسط الزحمه بيحط زيزو. بالمناسبه احنا اكتشفنا او نجم، اكتشفنا بن شرقي، اكتشفنا زيزو محمود عبد العزيز. البطوله دي طلعت نجوم كتيره جدا، فبنقول لكاردرون شابوه ليك جدا. هنا الهدف على اعلى مستوى، كوره وسط الزحمه وسط الدربكه، راجل بيحط وش رجله وبتروح. عايزين نجيب الهدف الثالث عشان نختم بالفيديو. عايزين نجيب الهدف الثالث، وكانت ركله الجزاء من محمود علاء. عايزين نشوف هنا بقى بن شرقي. نرجع بالكوره دي معلش، نرجع بيها بس اقف هنا، اقف اقف هنا. قدر ان هو يفضل شيكابالا هنا. يعني بص بقى ذكاء الراجل وتفكير الراجل بيعمل ايه بقى. هو راجل ذكي جدا زي ما بيقولوا كده، صيع كوره بالبلدي. الراجل قدر ان قدر يلهي، قدر يخلي خط الظهر بتاع الترجي التونسي كله تمام يبقى مشغول. من بعد الهدف الاولاني اللي اتعمل قدر يبقى مشغول بقى نجم وبن شرقي، فاصبح ان هو هنا هنمشي بالفيديو. بن شرقي قدر يلعب على الوتر ده، ده التاكلينج، ده تاكلينج لخوف، لعيب خايف فرايح ان انا اخلص من الكوره، عايز يخلص من الكوره، فقدر ان هنا قدر يفضي مساحه. اقف بقى هنا، اقف، ما امشي امشي معايا معلش، امشي امشي معايا بالفيديو، امشي. بص بقى لو جبنا الكادر هنا اهو، ادي عندك لعيب من الزمالك، لعيب اتنين والراجل اللي بره وفرجاني ساسي. فاحنا بنقول لكاردرون شابوه ليك جدا، اثبت لنا فعلا انك تستحق لو اتدفع فيك ملايين من الدولارات، انت مدير فني على اعلى مستوى. احب اشكر المستشار مرتضى منصور، ويا رب تكون الامور وضحت. بمناسبه ارتباط كاردرون، كاردرون بنادي الزمالك، مش عايزين ناس تزعل، عايزين بالعكس يبقى جمهور الزمالك مبسوط. ففاصل وهنرجع نستقبل ابن سوهاج اللاعب محمود فراج لاعب الانتاج السابق والسكه الحديد ومنتخب سوهاج. ففاصل واستنونا نرجع نستقبل ضيفنا، محدش يروح مكان عشان اهم الملفات والكواليس في الفقره الثانيه. We'll be right back.
كان يروح النادي، يروح هنا ويروح هنا، كان لي أصحاب كتيرة يروح معاهم يدور عليه يقول لا أنا رايح الكورة، أنا عاوز لبس الزمالك، أنا عاوز دي، وكان على طول هو ما يحبش غير الكورة وعاوز يلعب كورة. كان بيروح وادي دجلة، وكان يروح الدعبور، وكان يروح أي مطرح يقولوا فيه كورة يروحوا. ويلعب في صغار ويلعب في مطرح ما يكون رايح اي مشوار ويقولوا في ماتش يروح بروح له كنت وليه واسال عليه وادور عليه. بعد 3 سنين هو بيلعب هنا في مصر ويروح في صغار ويروح هنا، انا ما خليش مكان يناسب مع كوره، لازم يروح المكان اللي هو عاوزه يروح يتعرف على انه يروح يقولوا في هنا يروح اي مكان يروح مطرح ما يقولوا فيه لا ماتش كوره يروح. كنت عاوزه اطلعه يطلع لعيب ويطلع تمام ويطلع بصمته، وبتمنى له ان شاء الله اشوفه كده لعيب كوره وطلع الاول يعني في العالم. يعني احنا بنتمنى له كل خير اولا، ان هو يصعد لاحسن من كده كمان. النادي الاهلي بنتمنى له كل خير اولا برضه، يعني ويكون ليه مستقبل باهر ان شاء الله. يقول ربنا يوفقك ان شاء الله ويثبت قدامك كده ويسمعنا عنه سمع خير. بحبك يا محمد صلاح. بحبك يا عم محمود. محمود كان بيلعب في 4 نوادي، كان بيلعب في نادي انبي والسكه وكان بيلعب في الانتاج، دلوقتي بيلعب في جولد. ان شاء الله ربنا يوفقك يا محمود وتلعب في نوادي اكتر وتشيل باذن الله. هو لعب في 4 انديه، السكه ووادي دجله والانتاج وحاليا في جولدن. ربنا يوفقك يا محمود وتروح نادي الزمالك كده او انديه بره. محمود يعني احنا قاعدين بس صاحبين بعض وبنعمل كل حاجه مع بعض وبنروح النادي مع بعض. محمود من النوع اللي هو بيحب الهزار والضحك، الناس يعني عارفاه وبتحبه، وكنا في النادي على طول واحنا بنلعب مع بعض كان يهزر معانا واحنا اتنين. لعبنا مع بعض في النجوم وفي الفسيخ. لا انا وقفت محمود هو اللي كمل. محمود هو من